الهاجس الأمني وضع كل الملفات والعناوين الأخرى جانباً. هذا ويترأس قائد الجيش العماد جوزيف عون صباح اليوم احتفالاً تكريمياً للوحدات التي شاركت في عملية فجر الجرود في قاعدة رياق الجوية، حيث سيلقي كلمة يتناول فيها الظروف التي رافقت العملية العسكرية وحجم الانتصار الذي تحقق. ضيف اليوم في هذه الحلقة معالي الوزير السابق الأستاذ محمد المشنوق. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، أهلا وسهلا بك. أهلين. إذن تحذير السفارات الأجنبية رعاياها من خطر هجمات إرهابية في لبنان موضوع ألقى بثقله اليوم، سواء يعني بعناوين الصحف أو حتى بالجو العام السائد بالبلد. من خلاله رح نبدأ الحلقة بكاريكاتير غانم. إذن بجريدة الجمهورية كاريكاتير غانم تحت عنوان تحذير السفارات الأجنبية رعاياها من خطر الهجمات الإرهابية بلبنان، منشوف المواطن اللبناني حامل عدة قذائف يعني، وعم بحاول أنه ما يخلي ولا واحدة منهم تقع على الأرض كي لا تنفجر. إلى هذا الحد دقيقة بحسب علمك أو بحسب انطباعك، هذه الأجواء يعني من الخوف؟ أنا بعتقد الاحتراز دائما ضروري. السفارات بيجيها معلومات، معاملات يعني معلومات مخابراتية تتصرف على أساسها مع رعاياها، لكن نحن بلد عم يشهد من فترة يعني أجواء أمنية نسبيا ممسوك منيح، لكن ما بيمنع من اكتشاف حلقات أو خلايا عم بتقوم إما بالتخطيط أو ببدء حتى تنفيذ عمليات إرهابية، وهذا الشيء دائما بيجعل كل القوى الأمنية تتجند وتقوم بواجبها. ودليل أنه مديرية المخابرات بالجيش أعلنت أنه كشفت عن خلية كانت عم تسعى لتقوم بعمليات إرهابية، وهذا دليل أنه في حضور وفي جهوزية. وطبعا تعرفي بقضايا الإرهاب كل الدول الكبيرة والصغيرة بتاخد احتياطاتها، لا أحيانا إذا صار حادث المهم أنه يكونوا قادرين يبعدوا أكبر قدر من الخسائر من هالجو. التجمعات بيقولوا لك بلاها، مثلا المحلات اللي دائما ما فيها ضابط أمني يعني ما فيها وجود أمني جيد. بس نحن ما بدنا نخلق هاجس كمان عند اللبنانيين، بلدنا صغير والمناطق التجمع فيها موجودة، وهذا بلد سياحي ما فينا نعيشهم بجو الخوف. أنا بعتقد التدابير المأخوذة تدابير جيدة، أملنا طبعا أنه كل عمليات الدهم اللي عم بتصير والمتابعات لحلقات عم تم اكتشافها تؤدي إلى قطع دابر مثل هذه العمليات المحتملة. هل تحذيرات اليوم بحسب جريدة الحياة أستاذ مشروق مبنية على معطيات كانت موجودة أصلا لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية، بتقديرك قديش اليوم الخوف يعني من أن تكون أي عمليات محتملة أن تأتي ردا على ما حصل بعد معركة الجرود؟ هذا الكلام قيل أثناء معركة الجرود، أنه في ضوء انكسار داعش في المنطقة واضطرارها إلى الانسحاب إلى هذه البقعة الصغيرة، ثم بعدين تم عملية الترحيل اللي أنا برأيي كانت صفقة أخرى. هون كان في حكي واضح أنه هذا النوع من التراجع سيلحق به فيما بعد نوع من أعمال الانتقامية. الآن قديش الأعمال الانتقامية من خلايا نائمة فيها تصير أو لا، أنا برأيي هذا كلام بيكون نوع من التبصير. الهدف أنه تتابع الأجهزة الأمنية كل السيناريوهات اللي عم نشوفها والمعلومات الأمنية اللي بتجيبها مديريات المخابرات والمخابرات بصورة عامة بالعالم، بتوصل لنقاط حلقات متصلة بيتابعوها. أنا برأيي ما حدا عم بيقصر، إن كان فرع المعلومات أو كان الجيش أو المخابرات أو كل الناس الأمن العام كلياتهم عم يشتغلوا بهذا المجال. سيما أنه العمليات الإرهابية يعني مبارح صار بلندن شيء من هذا القبيل، وكل يوم بعد يوم نسمع عن عاصمة من عواصم العالم يلي هي معروفة أجهزتها كمان الاستخباراتية. ما فيك تغطي أي بلد تغطي 100%. بأي حال عملية الجرود والوحدات يلي شاركت بهالعملية اليوم رح يتم تكريمها
احتفال سيقام بقاعدة رياق الجوية ورح يحكي فيه قائد الجيش. من بعد ما حصلت هذه العملية، وهيدا هو المحور اللي أنا بحب بشكل أساسي ناقشه معك معالي الوزير، انت طلعت أصوات تطالب بفتح تحقيق يعني باللي صار بالبداية بعرسال منذ العام 2014. اليوم للصدف حازم الأمين كتب بالحياة عن المطالبات بفتح التحقيق، وبيقول أنه لا تتعدى تجديد التحريض الداخلي يعني، وأبعاد التساؤلات اللي عم بتصير هي سياسية وثأرية. بتوافقوا أولا على هذا الكلام؟ كلمة ثأرية فيها جانب ما بقدر أنا أنكره، لأنه مع الأسف اللي صار 2014 وحتى اليوم منه غامض مثل ما بيدعوا البعض، وموجود بوضوح قدام الناس. لكن بدنا ما ننسى انه موضوع وجود داعش في الجرود اللبنانية وفي محيط عرسال ما صار كلياته دفعة واحدة مثل اليوم. نعم، هيدي الامور تطورت من سنة 2014 حتى اليوم. بفترة من الفترات بدنا ما ننسى انه عرسال اللي عدد سكانها 35,000 دخل عليها 105,000 او 110,000 نازح، واصبحت تعج طبعا بهذا الجو. القول بانه كان لازم الجيش بوقتها يفوت ويبطش فيهم ويخلص، كان كأنك عم تدعي الجيش الى تدمير عرسال، وعم تدعي ايضا بهذه الطريقة، وكأنك انت كأنك عم تستهد في بلدة في إلها طابع طائفي أو مذهبي معين، وتورطي الجيش بعملية كبيرة. وأنا بعتقد الشيء اللي حصل مع هيئة العلماء اللي كانت عم تبذل جهد لإطلاق المحتجزين المخطوفين فعلا مقابل شخص آخر ساعد، ولكن عندما قصفت وتعور يعني أصيب من أصيب منها كان لابد من استدراك الوضع. هون يعني كلياتنا بنعرف انه جلسة مجلس الوزراء اللي حضرها قائد الجيش كانت واضحة، لا لتدمير عرسال. نعم، الجيش هو الذي يعرف العمليات ويعرف كيف يتعاطى مع الواقع على الارض ضد داعش. اما موضوع المفاوضات فيجب ان يستمر، لانه اذا اطلقنا هؤلاء العسكريين بيكون جيد لنا. الآن الحكي اللي عم بيصير كأنه واحد عم يفتح الملف يقول له كان في خطأ بهذه المعالجة، اللي ما كان موجود سياسية بهذا الظروف، واللي ما بيهمه أمن البلد وما بيهمه الحفاظ على وحدة البلد بيقدر يقول مثل هذا الكلام ويقول يا عملوا هيك وعملوا هيك. طب وإذا راحوا الجنود وإذا روحوهم؟ طب كمان يعني بدك تشوفي كل هالأمور اللي عم تاخدي فيها قرارات بظروف كتير دقيقة وكتير حساسة، وكل العالم ناطرة مين بده يعمل هفوي. بس بدنا نقول شغلة هون، كل الوزراء اللي عم يحكوا فيما بعد اليوم عن انه ما كان في قرار، وهن كانوا جزء من هذا الجو الحكومي. وللأمان القرار كان موجود مجلس الوزراء عندما قيل لا لتدمير عرسال، هذا قرار عندما كان الجيش مكلف فعلا بجهوزيته على الأرض بمتابعة، هذا كان قرار. المفاوضات كمان كانت قرار، ما فيك تجزئ هذا الموضوع اليوم وتختاري منه. من هون الجانب الثأري أنا برأيي صغر، وصغائر الأمور مثل كبائرها أحيانا تنكشف. لا، كمان يعني ما بيجوز اليوم نحن نشكك بقيادة الجيش، نشكك بالجيش، نشكك بالقيادة السياسية اللي حافظت على وحدة لبنان أمانة كاملة بغياب رئيس جمهورية منتخب لمدة 3 سنوات. هل هذا التشكيك يصب كمان مرة بإطار استهداف فريق معين أو يعني مذهب عذرا للتعبير معين، والمطلوب منه كان على مدار كل هالسنوات مثل وكأن فحص تم بالوطنية وبال لحظة؟ أولا يعني تشعر ذلك معالي الوزير؟ ما بعتقد في حدا من مكونات المجتمع اللبناني بحاجة لفحص دم. أنا عم بحكي كمكونات. نعم، كقيادات سياسية خلينا نكون واضحين أنه القيادة السياسية السنية إذا كان هذا المستهدف هون أعلى من أنه يطالوها بمثل هذا الكلام. بس عم يجربوا هيك؟ التطاول مستمر، بس أنا بقولك أعلى من أنه يطالوها. لا، أولا فيها تماسك، ثانيا فيها وضوح، ثالثا أهدافها معلنة بالانفتاح الكامل على كل الآخرين بدون استثناء، رابعا هي ما شاركت الحقيقة
بأي احتضان ولم تشارك بعملية القتال، عم نحكي كطائفي، بينما على العكس كانت تبغي السلام واشتغلت على هالأساس. في ظروف اليوم اللي عم يحاولوا ينتقموا بالوقت الضايع، إما عندهم أسباب شخصية قوم لا أقعد محلك في مكان ما، نعم. أو نوع من الانتقام، بيقولوا الانتقام صحن يؤكل باردا، نطروا بعد 3 سنين بس هذا الصحن صار بايت، يأكلوا قد ما بدون، ما عاد في له قيمة، لأنه الموقف اللي كان مشرف واليوم ردات الفعل اللي صارت ذوبت هذا الموضوع. التحقيق اللي بده يصير بده يصير بظروف معارك الجرود أكيد، نعم. وهذه ضرورية لحتى كمان نحن نثبت هذا الواقع العسكري اللي صار. يعني عندما تنطلق ونحقق انتصار علينا أن نحدد صيغة الانتصار وإن كان هناك ثغرات. أنا برأيي في جوانب من هالنوع ومني مستعد أدخل بعملية المزايدات وإلقاء التهم يمينا ويسارا، ولكن يجب توضيح هذه الأمور بتحقيق تقني وليس بجردي للحساب السياسي، لا بالمزايدات ولا بالافتراءات ولا بالاتهامات الباطلة. هيدا التحقيق بيقول، تنرجع لما قال حازم الأمين، مثل ما عم ينطلب ينفتح تحقيق باللي صار بعرسل بالعام 2014 بالبداية، لازم كمان يكون في تحقيق للنهاية، يعني كيف. وكيف تم يعني السماح مثل ما قال لقتلة الجنود بمغادرة الجرود سالمين، وهل الأمر لدى حزب الله وهذا ما لم يسأله عنه أحد. خليني أنا عندي وجهة نظر بهالموضوع، معلش خليني أوضحها كتير. نعم. ما يحدث حاليا في سوريا نوع من اتفاق معين يشارك فيه الروس ويشارك فيه الأمريكيون ويشارك فيه تركيا وتشارك فيه القوى النظام وقوى المعارضة وحتى إيران وحزب الله أيضا الموجود هنا. هالعمليات التبادلية اللي عم بتصير، نقل مقاتلين من مكان لمكان مثل ما صارت مع جبهة النصرة قبل، كان كمان اتجاه تصير من هون، طبعا استغلال هذه الفرصة للضغط للحصول على أشياء بالمقابل إن كانوا جثامين أو أسرى أو غيرها، كمان صارت بأماكن أخرى. يعني دمستورة وقبله لما كانوا عم الأمم المتحدة عم تشرف الصليب الأحمر الدولي عم يشرف بسوريا، حوالي 18 نقطة من نقاط بسوريا تم عليها أشياء من هالنوع، بس هولي ما فينا نحملهم وزر للانتصار. يعني نعم. إما بنترك هذا الجيش يتولى هو هذا الدفع وبيقدر يشيلهم خارج مناطق الجرود وبعدين يعملوا تسويتهم كانوا بالقلمون، ما ضروري نحن ما عم نستفيد بصراحة إذا كشفوا أسماء الجثامين. أسماء الجثامين كانت ستكشف يعني عاجلا أم آجلا. خلينا نكون واضحين بهالجانب، ما فينا ناخد الشيء اللي حصل اللي هو مرتبط بتدابير عم بتتم إقليميا وآخرا مبارح اللي صار في ضبط لمنع التوتر أو منع التدهور في مناطق وتجي تربطيها بهذا الموضوع. لا، الجيش انتصر أكيد والجيش كان قادر يكمل هذا الموضوع، ما ضروري باللحظة الأخيرة نحن نبيع هذا الموقف، نقطف نبيع هذا الموقف وكأننا نحن أنقذنا هذا السيناريو. طيب ماذا يريد حزب الله من خلال هذا الأمر؟ هل يريد له تأريش بالسياسة في لبنان أم إرساء معادلة جديدة بموضوع الدفاع أو الدفاع عن لبنان وما يحكى عن استراتيجية دفاعية؟ يعني شو بده حزب الله تحديدا؟ لاحظي حزب الله بالفترة الأخيرة كلها كان عم يقوم بعمليات عسكرية ضمن سوريا، هلأ هذه فرصة وما يزال هذه فرصة أنه يرجع كمان يفرجي أنه هو يقوم بدور دفاع عن لبنان. يعني نحن نؤمن أنه الدور المقاومة هو في مواجهة إسرائيل. اليوم هذا الكلام أنه هذا الدور أيضا في وجه الإرهاب مقبول نظريا، كل شخص منا لازم يكون مقاوم ضد الإرهاب، ولكن أن لا يتحول ذلك لقوة تتمركز وتحمل هذا الإطار وتتمدد من إطار خارج مواجهة العدو إلى مواجهة الداخل أو إلى الوجود بشكل موازي إلى جانب قوى الجيش ودون سلطة للدولة على ذلك. لا سلطة إلا للدولة. إذا كان هذا الموضوع بيتم بهذا الاتجاه فليكن، إذا لم يكن بهذا الاتجاه فيجب وضع حد له. ما هنا السؤال، عشية التسويات الكبيرة اللي عم تصير بالمنطقة، هل يريد حزب الله ومن خلفه إيران تثبيت هالمعادلة الشعب والجيش والمقاومة بشكل يمكن اليوم يشبه بدون اللي يمكن بيصير اليوم بإيران؟ مش بالضرورة تثبيت هذه المعادلة، لأنه بقرارات مجلس الوزراء البيانات الوزارية لقوا دائما نوع من الإخراج لهذه العبارة.
وانا برايي كان هذا اخراج لفظي. نعم. لكن المطلوب كان اليوم انا برايي الضغط باتجاه اعاده العلاقات ما بين القياده اللبنانيه والقياده السوريه. انا نعم. بعتقد هذا الموضوع حساس، هذا الموضوع قد يتحرك اذا وجد حل انتقالي يتم ساعتها الاتصال مع من سيتولى هذا الحل الانتقالي ضمن اطار النظام ومن يتعاون معه من المعارضة في الصيغة اللي حتتشكل فيها الحكومة الانتقالية. قبل ذلك ما بيستطيع لبنان يدخل بأكثر من الجوانب اللوجستية، الجوانب الأمنية، جوانب الكهرباء إذا بدك، لأنه عنا اتصال وعنا مدفوعات وفي نوع من حد أدنى مطلوب. عندك ناس عم تعبر الحدود، ما فيك تسكري، في مواطنين أنت عم تعتني فيهم، يعني في عندك 1.5 مليون إنسان موجودين على أرضك، ما فيك تنكري هذا النوع. ماذا لو من تأخر الحل المقبول. التسوية شكل التسوية، يعني قلت إذا كان الأسد من ضمن هالتسوية أكيد في له دور، حيتعاطى معه أكيد في له دور، ولكن الدور بده يكون دور انتقالي بانتظار شو بيقرر الشعب السوري. ماذا لو تأخر هذا الحل الانتقالي؟ لبنان بيقدر يضل ناطر هيك؟ فينا نطرح سيناريو هيك، بس واضح أنه لغاية هلأ الحكي انه من هلا لقبل اخر السنه بيكون مجموعه من التطورات، اولا ضبط الارض، منع التصعيد، بعدين حصر المفاوضين مين، وبعدين بيوصلوا لصيغه انتقاليه. نعم. توضع دستور جديد تعمل على اساسه انتخابات، وبعدين بيتم الموضوع. في شيء مهم عم بيصير بسوريا هي محاوله ابعاد التقسيم عنها. انا نعم. بعتقد الشيء هذا لازم يعطى فرصته، وإذا وصلنا لحل انتقالي من هذا الباب من مصلحة لبنان فعلا ساعتها أنه هذا الحل يكون سبب لابتعاد عن النقي هالمرة. نعم. وبناء علاقة أخوية صحيحة على يعني هذا الحل. جزء من السوريين معالي الوزير اللي دفعوا أثمان باهظة بحياتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم يمكن يشوفوا فيه غبن بمحل معين، انه رأس هذا النظام اللي قتلهم رح يرجع يعني ظهر من الباب بيرجع للشباب. فينا نقولها دايما هيك، بس انا بقول لك نحن بالحرب اللبنانيه اللي مرقنا فيها عفينا عن الكل في مكان ما، وتحملوا كثير ناس هذا الغبن، وراح ضحايا عديده، وفي مخطوفين لهلا مش معروفين وين، وفي دمار اللي بيضيع كلها، والتعويضات اللي صارت ما اعادت اللحمه، وما يسمى بالعداله الانتقاليه جستيس ترانزيشنال اللي بدك ترجعي فيها البلد اللي شهد انقسامات بعد عنا. نعم. على الزيح نحن بالمظهريه تبعيتها واصلين، ولكن بالتفصيل بعدنا موجودين. هذا المشكل، ما فيك تزيل الغبن، ما فيك تزيل الضحايا، ما فيك تشوفي القتلى وين راحوا للدمار، لكن في مكان ما بدك توضعي حد وتقولي بدنا نبلش من جديد، عن جديد نبني دولة خارج إطار التطرف، خارج إطار المذهبيات. نعم. والأقليات اللي عم تتناتش دولنا بالمنطقة، وما نقسم البلد مثل ما بده حدا اللي عم يسميها الشرق الأوسط الكبير المنقسم جديد. إلى دويلات. بس بلبنان كانت حروب الآخرين على أرض لبنان. منا حروب الآخرين بسوريا، بلشت ثورة سلمية شعبية وتحولت فيما بعد. خلينا نقول أنه منا حروب الآخرين كانت بلبنان، كانت خلطة ما بين حروب الآخرين وحروبنا، ومثل ما الواقع اليوم كمان بسوريا دخلوا المعارضات ولكن عم ينفذوا أجندات كمان خارجية، كمان هيدي خلطة، والنظام. نعم. كمان ضمن هذه الخلطة كمان قدر ساعة يبني مع الخارج ورجع. هلأ عم تدار العملية في قطبة مخفية يمكن حدا لازم يسأل عنها، ما علاقة الأمريكيين والروس اليوم بهذا الواقع بسوريا؟ هل كلفت روسيا من قبل الأمريكان بهذه المعالجة، أم أن هناك أدوار عم تنلعب كل واحد في مكانه؟ وهل الدور الأمريكي بجلب المعارضة بأحجام مقبولة طبعا من خلال الحلفاء العرب الموجودين أم شو؟ هذه بعد ما تركزت، بس برأيي unfolding يعني شوي شوي بتبلش ستتوضح على أساس في يعني هنالك صحفيون يعتبرون أن روسيا بكل هذا المشهد تقول الأمر لي، يعني عم بتم يعني الكل يتوجه للقاء الرئيس الروسي ويتحدث او انت بتقبلي انه واحد يكون عم يعمل كيترينج لشخص ما يقول انه هو عنده كمان هذه النية؟ من اول ما دخلوا على اساس هن لهم علاقه ولهم مصلحه، وايران قايم من هذا المشهد. بس هذا ما بيمنع انه يستوعبوا ويكونوا قادرين انه يحتووا هذا التكليف. يعني واضح انه التصرف اليوم الروسي على الارض بسوريا مطلق. نعم.
ولا ينتظر رأي حدا، وفي غرف عمليات تنسيقية بالمعلومات وبالحدود وأين ممكن وغير ممكن. التخفيف اللي صار عن مناطق المحيطة بالمدن كله صار هذا بالنوع من التفاهم. يعني ما فينا ننكر كل هالشي ونقول بعدين لوين رايحين. أنا برأيي بكل صدق أنه بعد ما حدا عارف مين القوى اللي بكرة حتكون داعمة للنظام السوري، لأنه يمكن يكون النظام السوري اللي رح يبرز فيما بعد اخذ اعتراف دولي كامل ويكون ما في لزوم يكون في اي قوه اخرى على الأرض باستثناء القوه اللي بدها تفرض النظام بشرعيه دوليه ووطنيه. ابرز ما حققته زياره الحريري لروسيا اليوم، يعني انكتب عن هذا الموضوع بالشق المتعلق باعاده التعاطي مع النظام السوري. يعني هون انقسمت الاراء، في راي بيقول انه الرئيس الروسي نصح الرئيس الحريري بالمضي قدما في هذا الموضوع، ورأي عكسته روزانا بمنصف بتقول روسيا من حيث موقعها الراهن الرافض لأي مس بالاستقرار اللبناني لا ترى مصلحة بذلك. بين الرأيين في وزراء عم بيستعدوا هلأ يرجعوا يطلعوا على سوريا الأسبوع المقبل. الرئيس الحريري هو الوحيد اللي بيعرف على هذا الكلام، يعني نحن اللي عم نأول الروس وعم نأول الرئيس الحريري بهذا بالانتظار الموضوع. الواضح لغاية هلأ أنه لا شك صار في حوار بالعمق، لا شك كل هذه الملفات نحكى فيها. عملية التوقيت برأيي نحن عم نتجاهلها وعم ننظر كأنه لازم تنعمل بكرة. في كتير من الأمور بدها تصير بس لازم نعطيها شوي وقتها، لأنه الوقت كفيل بهذه المراحل اللي عم تتطور سريعا بأنه يعطيك ملامح المرحلة المقبلة تيعرف اللبناني كيف بده يتصرف. يعني على قاعدة المعادلة اللي عم ترسيها الحكومة وقالت عنا جريدة المستقبل اليوم، الفصل بين قضايا الناس المطلبية والمزمنة وبين الخلافات السياسية الكبيرة. يعني حتى بقصة التعاطي مع سوريا رح يصير العمل على هذه القاعدة. أنا برأيي أنه بتمشي الزراعة والتجارة والصناعة بس الأمور اللي عم تمشي كل هذا أساساً. اللبناني ماشي مع السوري والسوري ماشي مع اللبناني إذا عم نحكي مواطنين وعلى الأرض والتنشيط والآخري. في جوانب صغيرة ممكن تصير فيك تحليها على مستوى مديرين عامين، فيك عن طريق المجلس السفارة الوزراء اللي بيضطروا. يعني أنا اليوم إذا انقطعت الكهرباء اللي جيتني من سوريا مع مين بحكي؟ يعني في حل ما بده يصير على الأرض بهذا الموضوع. لكن لا شك هذه الحكومة عم تواجه 20,000 ملف مختلف. يعني عندك موضوع الانتخابات الفرعية والرسمية، وعندك قصص البطاقات الممغنة، وعندك صفقات الكهرباء، وعندك الزيادات وسلسلة الرتب والرواتب، وعندك جوانب عديدة اليوم مفترض أنه تتم معالجتها. التنمية المستدامة اللي اليوم واقفة والتخطيط لها واستراتيجيتها، وكيف نحن بكرة إذا صار بدأ أعمار سوريا وين منكون؟ ما بدنا كمان أنه نشعر حالنا أنه رايحين بآخر الخيل، ما بيصير. نحن اليوم عم نتلهى بهالنوع من النقاش. البعض عم يعتبر أنه عم يكسب فيه وقت لغاية ما يتوضح الصورة، والبعض الآخر بيقول لك هذا نوع من العرقلة الداخلية، يعني بتمرق لي بمرق لك، وهذا عم بيصير بمجلس الوزراء كل يوم. بتخاف انه هالشي ينطبق بعدين على بس ما يبدا اعمار سوريا، تضل المناكفات السياسيه تطير على لبنان فرصه ان تكون له يكون له الموقع الابرز بهذا المجال؟ بعتقد بيكون ساعتها لبنان اخطا خطا كبير. يعني ما بيجوز يكون بهالطريقه نحن عم ننقى عن كل شيء. يعني بالنهايه اعمار سوريا بده يتم، إذا ما تم من عن طريقنا بتم عن طريق الأردن وتركيا والعراق وأي مكان آخر، بتم من وين مكان. بس نحن في إلنا مصلحة لأنه في عنا مجموعة من النازحين عددها كبير، بهمنا يرجعوا، بهمنا نبني علاقة قادرة أنه ترجعهم بكرامة، وبنفس الوقت نكون حافظنا نحن على دورنا بالمنطقة وحافظنا على تنشيط اقتصادنا. بس بدي يمكن صار لازم نحن نختم بعد ما أخذنا السينيال وقت. بعد في وقت بدي أسألك عن موضوع كمان لا يقل أهمية بالنسبة لحياة الناس يلي هو قسط النفايات يلي عم ينحكى على بدها ترجع. أنا بتمنى بس بدك تختم بهالفكرة. لا ما بدي أختم، بدي أقول أنه بدنا ما دائما نحط عملية المصلحة اللي بترتبط بطائفة أو بقوة سياسية أو بمذهب معين على حساب المصلحة الوطنية. يعني أحد أسباب استمرار حكومة تمام سلام 3 سنوات تقريبا
كان بسبب حفاظها على المصلحة الوطنية. كان الحكي يصير وكان في خلافات مجلس الوزراء ما حدا منا بينكرها، وخصوصا على قضايا كانت تتحيد ونحاول نقدم الأشياء التانية. عندك 48 تعيين مدير عام صاروا بفترتها، عندك نعم. كتير من المشاريع اللي انعملت. بس خلينا نتفق، ما فيك تدخلي بمناقصات غلط، ما فيك تدخلي بصفقات وتقولي هيدي لازم تصير. فهون برأيي أنا لازم يصير في فعلا عمل جدي، مجالس وزراء متخصصة باجتماعات متخصصة. ياريت بيصير في اجتماعات لمجلس الوزراء بالمناطق، لأنه إنماء هذه المناطق حيتحول لأزمة كبيرة وتقيلة على البلد. ما بيجوز نحن نضل بهذا النوع من الإهمال. مضطرين نحن أنه نعالج بجدية عملية مداخيل الزيادات اللي أضيفت على السلسلة وتصحيحها. نعم. لازم هالموضوع ما يطال الطبقة المتوسطة والفقيرة بالوقت اللي عم نشعر نحن أنه هيدا مثل المنشار على الطالع والنازل عم بياخد من جيوب الناس. معالي الوزير، هل نفايات؟ أنت مع لا قبل النفايات، بعد معنا وقت شوي، أنت مع أن يعني يستأنف الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله اليوم وفتح صفحة جديدة بعد كل شيء بالمرحلة الماضية؟ أنا برأيي ينفع برأيك اليوم استئنافه يمكن على المستوى الأول، على مستوى قيادات الصف الأول؟ أنا برفض أن لا يكون هناك حوار. أنا أؤمن حتى لو بلا نتيجة، أنا أؤمن بأن الحوار في نوعين، في حوار على الملفات وفي حوار للتواصل. الحوار للتواصل يجب أن يستمر دائما، لأنه ما بيعرف الشخص إمتى بحاجة. ما في حدا يدير ظهره لحدا ويتمترس ويقول أنا خلص ما بقى أحكي مع حدا. ليش الحوار خليه يستمر؟ مش بس للتواصل، بس هون نحن عندنا شعور بنفس الوقت أنه هذا الحوار، الملفات القائمة حاليا اللي عم بيدور حولها ما كتير عم تتقدم. بيجوز يشعر أنه إذا جلسوا مع بعض ما كتير يكون عم يتقدموا. مثل ما سمعنا عن مجلس الوزراء والتبادل بين الوزراء، أنه قيل بدكن تحكوا بهالمواضيع ونختلف ما في مانع، بدكن نحيدها منشوف. يمكن كمان بهذا الحوار بدك تنظمي طريقة الخلاف، وأنا برأيي عمل قاعدة سابقة، لكن اليوم يستعمل منستأنف أو منستأنف. أنا برأيي ورقة سياسية بس ما أكثر. أنا أؤمن بأن الحوار يجب أن يستمر مع كل القوى. هل حان اليوم ما فيك وقت تقولي ما عم تتحاوري معهم ووزراء وموجودين بحكومة واحدة وعم يتناقشوا؟ يعني بس مش مثل ما يكون على مستوى الصف الأول، يعني كل القوى السياسية عم تتحاور مع كل الناس. ليش ما بتقولي مثلا خلي القوات اللبنانية يتحاوروا مع حزب الله كمان، خلي القوى 14 آذار تتحاور مع بعضها، وقوى 8 آذار تتحاور مع بعضها. بعد في 14 و8 يعني في خلطة، بس لا شك شو بتتسمى هالخلطة؟ هلأ أنا بعتقد نحن بمرحلة تقييم كامل لكل هالقوى السياسية تتعرف وين بدأ ترسي على شو، لأنه صار تسويات أصبحت بالية، وصار في طروحات ما حدا واضح وين رايح فيها حتى يقدر يبني عليها موقف إذا قدموا للآخر يقول له إيه أو لا. طيب مع معاليك مع أنه اليوم تنطرح الاستراتيجية الدفاعية جديا على طاولة البحث بحوار يدعو إليه رئيس الجمهورية من بعد يعني ما الإنجاز اللي حققه الجيش على الحدود الشرقية؟ قبل كان ينقال انه الجيش ما بيقدر يضبط الامن بالجنوب، شفنا له 10 سنين ماشي الحال. رولا فيك تحكي بالاستراتيجيات بس ما بتوصل لنتيجه هلا، والسبب انه في انقسام بالبلد على الادوار. يعني اليوم دور المقاومه في مواجهه اسرائيل ما حدا كان مختلف عليه، بس دور المقاومه بقرار خاص فيها ان تقوم باعمال خارج لبنان وان يتحمل لبنان بعض اوزارها او غير ذلك، هذا موضوع بحاجه لمعالجه طويله. شو بدك تعملي بالقوى التي تقوم بهذا القتال؟ بتدخليها على قوى الأمن، على الجيش، تعملي قوى مناصرة؟ يعني موضوع باستراتيجيات صعب اليوم إيجاد حل له، إلا إذا بدنا نفوته على عقدة. هلأ ما وقتها. أنا بعتقد حتى بانتظار المستقبل اللي ممكن تدخل فيه سوريا، ساعتها ممكن تتوضح الصورة، ويكون إذا كان البلد قابل هذا الموضوع وكان الجو السياسي فيه كلياته حاضر بهذا الاتجاه، ساعتها ما بعد مشكلة. هو الوقت اليوم لعودة حزب الله إلى لبنان؟ مش يرتبط. بس عسكريا، هذا جزء من مش عسكريا بس بكل لحظة، حزب الله لم يخرج من لبنان،
يعني بهذا الموضوع توسع خارج لبنان. في تباعد يعني بالنظرة. لا لا، حزب الله عنده يعني أجندتين، عنده أجندة المحلية اللي بيشتغل نعم. فيها على الإنماء والمساعدات، وبيعمل اتفاقات وناشطين كتير في هذا المجال، وأحيانا بتحسي أنه راب من موقفك كليا، لأنه ما بيختلف المواطن المخلص لبلده بهذه المجالات. ولكن عندهم كمان الأجندة الخارجية. الأجندة الخارجية أوقات بتلعب أكبر، تتفرجي قيمة هو الوزن. لا منه بالعكس، وين بيلتقوا الخارج مع الداخل؟ هيدا الموقف الخارجي بيدعم الموقف الداخلي، او بيخلي نوع من المهابة تعطى على هالقوة السياسية. يعني ما ضروري يستعمل القوة العسكرية بلبنان، بس بيقدر يستعمل هذا التقل. استعملها قبل بعرف، بس هلا بيقدر يستعمل التقل الموجود، ما يسمى الردع، رهبة. الردع من الرهبة إذا بدك الموجودة. وهذا عم بحذروا منه القوى، أنه بانتخابات سلاح فيها موجود بهذا الشكل، كيف بدك تكوني عم بتقولي أنه هذه حرة ومنطلقة ومتوازنة، والعالم يعني عم ياخذوا قراراتهم بحرية الرأي. من بعد سنة على تقريبا إلا شهر على التسوية اللي أوصلت الرئيس عون للقصر الجمهوري، المزاج الشعب العام بالساحة السنية، هل صحيح مثل ما كتب محمد الشقير اليوم بالحياة بعده في مشكلة بينه وبين التيار الوطني الحر وجبران باسيل تحديدا؟ يعني بعد هالجرح ما التأم؟ لحظة، جبران باسيل إنسان طريف وظريف وحبوب، التقينا بالسفر الحقيقة معشره حلو كتير، بس أنا عندي رأي، المساج أنا عندي رأي بأسلوب صب الزيت على النار. نعم. دائما هالنتعات اللي بتطلع، يعني هذه النتعات مش مضطر إلها، هذه يمكن عم تخلق له حساسيات، ولكن بقدر بقدر قلك اللي غطى كتير إنه السنة، إذا كنا عم نحكي هيك، وأنا آسف كون عم نحكي بهالإطار، عم يقبلوا التيار الوطني الحر لأنه الرئيس سعد الحريري حط إيده بإيد الرئيس عون، وعم بيجربوا يعملوا حالة معينة تنسج تفاهم أوسع. نعم. أنا برأيي الطائفة السنية عم تعطي هذا المجال فرصة، مع اعتراف الكل بأنه كتير أحيانا عم بيكون فيها تنازلات غير مبررة. يعني هذا الجانب إذا ما شفناه نحن ما منعود نفهم كيفية التعاطي. بينما التيار الوطني الحر اليوم على كل الأراضي اللبنانية يتصرف وكأنه قوة مسيحية تشتغل على أساس التعاون مع من يقوي هذا التيار، وليس مع من ينسج حالة وطنية كاملة. نعم. يعني هون في فرق. هون أنا عم أقول يمكن خروج الرئيس عون من هالمعادلة تبع التيار الوطني الحر كانت لا شك لمصلحته أنه يجرب ينسج شيء على مستوى الوطن. بس ليش لو مجبران باسيل مع حفظ الألقاب عم بيقدر يخاطب الوجدان المسيحي بهالنتعات، ما كان بقي فيها؟ هل يتطلب ذلك برأيك أكثر من اللي تحقق حتى اليوم؟ يعني شو مطلوب أكثر؟ بتعرفي في شيء بنعرفه نحن اسمه العيارات. أنا برأيي الوزير باسيل لازم يكون عنده عيار آخر اليوم. يعني بدك تبقي على خطوط معينة مع الناس، ما فيك تكوني هالقد كسان، يعني هالنوع شد العصب بهالطريقة، هالنوع الكاسر ما بيجوز. ما عم تشد العصب بس، هلا عم تخلق حساسيات للقوات. نعم. بمناطق عم تخلق حساسيات لقوى تقليدية وعائلية موجودة بالمناطق، وأحزاب أخرى وأحزاب من 8 آذار. يعني عم تاخدي، أنت عم تخلقي شيء تجربي تقولي كل الانتصارات كانت لقلو، عملنا وشلنا وحطينا. ما صحيح. اللي جاب الرئيس عون مش التيار الوطني الحر، اللبنانيين، النواب كلهم. نعم. القوى كلهم. ما في واحد يقول أنا عملت القيادة وأنا جبته وأنا اصطبرت وفرضت رأيي. لا، في ظروف معينة أنتجت هذا الشيء استمرارا في الحفاظ على وحدة البلد. بدنا ناخذها من هالجانب، ما نحملها أكثر. يعني يا ريت الوقت أطول، ما بقى لنا وقت لنحكي على أزمة النفايات. بدنا ننتقل مباشرة لقاعدة أرياف. بس بدي أقول لك بين هليلين قبل ما تنقلي، أنه أزمة النفايات ستستمر معنا طويلا طالما القوى السياسية بعدها مستمرة بطريقة المعالجة. هناك أمور لا تتم بطريقة سوية، لا تمت بأيامنا وعرقلها القوى السياسية كاملة بدون استثناء. واليوم ما يتم بهذا الاتجاه. أكثر من هيك أصبح كل من إيده
له بالمناطق، والله يسترنا من أزمة نفايات من هلا لست شهور. شكرا لك معالي الوزير محمد المجنوق، يا ريت ختمنا بشيء إيجابي أكثر. ننتقل مباشرة إلى قاعدة رياق الجوية، حيث يترأس قائد الجيش في هذه الأثناء احتفالا تكريميا للوحدات التي شاركت في عملية فجر الجرود. كلام بيروت الحلقة تنتهي الآن، شكرا من جديد لك معالي الوزير، شكرا للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء.